راجل اسود اللي ابو بلاش يعني بيضحك على بعض. كنت مضغوط بقى في الوقت شويه من الشغل بتاع ما عرفتش اوقع. جميل جدا جدا. في اي كومنت يا باشمهندس عبد الرحمن؟ والله يعني كنت افضل ان هو يعمل كل حاجه فروم سكراتش يعني ما ياخدش تمبلت ويشتغل عليها، مش عشان احنا مثلا بنشوفك عشان راينا، لا دي عايزينك انت. كل ما تمارس اكتر كل ما ايدك تبقى احسن. اه اكيد. بس ده تعليقي الوحيد. ما فيش فانكشناليتيز كبيره نقدر نستاهل يعني، بس يعني اشتغل شويه على انا لسه اصلا لسه يعني لسه اشتغل عليه كمان ان شاء الله. سقف يا شباب.